الرباط. نحن ما جيناش لشوارع الرباط حبا باش نجريو في شوارع الرباط، ولكن جينا لاننا قرون، جينا لاننا كنحسوا بالظلم، كنحسوا بالقهر، كنحسوا بالغبن، جينا لان حقنا قد سلب. الاخوه الكرام، الاساتذه، الاستاذات، الراي العام، عموم المناضلين في هذا الوطن العزيز، عموم المناضلين الحقوقيين عبر العالم، حنا جينا وتعرضنا ل تحيه لكم. جابري عبد الاله، عضو اللجنه الاداريه الوطنيه للجامعه الوطنيه للتعليم والتوجه الديمقراطي. اليوم حنا كنقابه تعليميه اكثر تمثيليه، دعينا الاضراب ديال 22/29/24 اللي كنعطيوه العنوان ديال اضراب الكرامه ردا على يعني التصرفات الطائشه التي مورست في حق نساء ورجال التعليم خلال الاسبوع الفارط. طبعا الدعوه لهذا الاضراب هي دعوه لاسترجاع الكرامه ديال النساء ورجال التعليم على مختلف فئاتهم. طبعا السبب يعني المباشر لهذه الاحتجاجات كما كتشوفوا التي طال امدها هو السياسه التسويف والمماطله التي تمارسها الوزاره والحكومه بشكل غير مسؤول. لذا فاحنا في الجامعه الوطنيه للتعليم اخترنا هذا المسار ديال الاحتجاج وديال النضال في الشارع، لاننا كنعتبروه هو الفيصل ما دامت يعني الوزاره تغض الطرف على مجموعه من الملفات، الاداره التربويه، المربيات، حاملي الشهادات، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، وهلم جرا. طبعا انتم تبعتوا على وسائل التواصل بطبيعه الحال المستوى الرسمي الخطاب ديال وزير التربيه الوطنيه، للاسف حنا كنعتبروه خطاب غير مسؤول وغير يعني كانه في واد، والشغيله بطبيعه الحال في واد. والنتيجه هي الان حنا كنشوفوها في الميدان، الاضرابات هذا الصباح على الاقل على مستوى يعني مدينه الرباط اللي كنتبعها شخصيا هي اضرابات يعني كتوصل 100%. طبعا المسؤوليه كنحملوها بالدرجه الاولى الحكومه والوزاره وبطبيعه الحال المسؤولين جميعا على القطاع. استاذه غنيه البودراوي، مديريه تازا، استاذه حاملي الشهادات العليا. حقيقه الامر يعني هذا الاسبوع الثاني بعد ما كان الاسبوع الماضي اسبوع حافل بالاحتجاجات والوقفات، مع كل اسف لقينا الاذان الصماء، لم يستجب معنا وزاره التربيه الوطنيه، لم يستجب معنا السيد الوزير، انشطه السيد الوزير في واد مواقع التعليم في الواد. لذلك قررنا التمديد لاسبوع ثاني والذي سيبدا اليوم كما لاحظتم، يعني بدات الوقفه الاحتجاجيه منذ 11، وان شاء الله تعالى ملتزمين هذا الاسبوع وملتزمين لاسابيع اخرى اذا طال صمت الوزاره واذا ظلت الوزاره صامه لاذانها. الملف الاساتذه حاملي الشهادات العليا هو ليس ملفا جديد، ليس ملفا وليد 2019 ولا وليد 2020، هو ملف منذ 2015، هو ملف يعني حققنا فيه تراكم، حققنا فيه تقدم. التزمت معنا الوزاره في 21 يناير سنه 2020 باخراج المرسوم، ولكن سرعان ما تنصلت الوزاره من التزامها مع كل اسف. والتزام الوزاره جاء يعني بعد تقريبا اسبوعين من الاضراب اللي شفتوه الاساتذه، والتزمت الوزاره ولكنها الان اخلفت وعدها وتنصلت من التزامها مع كل اسف. لذلك نحن مستعدون لمزيد من التصعيد، ونحن مستعدون لمزيد من الصمود في مدينه الرباط، ونحن مستعدون لمزيد من الاحتجاج، ونحن مستعدون لمزيد من الضغط الى ان تستجيب الوزاره. الاساتذه الكرام، احنا كل الاساتذه اللي معنا هم اساتذه مسؤولين، احنا ماشي اساتذه فوضويين حتى يتم التعامل معنا بقسوه، حتى يتم التعامل معنا بعنف، سواء كان عنفا لفظيا او عنف جسدي. احنا اساتذه هادو خيره شباب البلاد، ناس عندهم هنا اجازه في الرياضيات، عفوا عندهم دكتوره في الرياضيات، هنا ناس عندهم دكتوره في الفيزياء، ناس عندهم دكتوره في الكيمياء، ناس طاقات. يجب على المغرب ان يستفيد من هذه الطاقات، يجب على المغرب ان يسخر هذه الطاقات لتقدم هذا البلد، ليحصل التقدم في هذا البلد. ولكن مع كل اسف هناك من لا يريد الخير لهذا البلد، مع الاسف هناك من لا تهمه مصلحه البلد. لذلك كنلاحظوا الاذان الصماء، وكنلاحظوا ان وكان هذه الاحتجاجات ما كتعنيش السيد الوزير، وكان هذه الاحتجاجات يعني ناس اللي ما لقينا ما نديروش نحتجوا، لا، احنا ناس كنطالبوا بحقوقنا، الحقوق ديالنا المشروعه،
والحقوق ديالنا اللي هي اللي عندنا عليها واحد عندنا عليها اتفاق عندنا عليها التزام تنصلت منه الوزاره مع كل اسف. نحن مستعدون لمزيد من النضال، مستعدون لمزيد من الصمود، نحن مستعدون لمزيد من التصعيد ومزيد من الاستمرار في هذه الوقفات الاحتجاجيه. نحيي جميع الاساتذه الصامدين، نحيي ابنائنا وبناتنا، ونحيي تلامذتنا ما ابعدنا عنهم وما اقعدنا في مدينه الرباط الا لاننا مظلومون، الا لاننا نعاني كما كيقولوا بتم غربيت من الحقره ديال هذه الوزاره والحقره ديال هذا الوزير. لذلك فنحن مستمرون اكثر في هذا الصمود. الاستاذ عبد الرحيم الحارتي، استاذ التعليم الثانوي التاهيلي، حامل لشهادات الماستر. اليوم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات تستمر في نضالاتها التي سطرتها ابتداء من فاتح مارس للأسبوع الرابع على التوالي. فبعد الأسبوعين الأولين الذين خاضت فيهما التنسيقية إضرابات جزئية، أعلنت في الأسبوع الثالث عن إضراب في العطلة التي من المفروض أن تشكل محطة استراحة بالنسبة للأستاذ، لكن أساتذة حامل الشهادات أبوا إلا أن يبينوا عن حسن نيتهم وأن يضعوا الجدول الزمني للتلميذ فوق كل اعتبار، لأن النية ديالهم ماشي أنهم يضيعوا الساعات كيف ما كيغلط الرأي العام السيد وزير التربية الوطنية. لكن عوض أن تفتح وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية أمزازي باب الحوار، نجده يلجأ إلى سياسة تغليطات وسياسة الأدام الصماء. بل أكثر من ذلك، جوبها نضال مشروع ديال الأساتذة بالتعسف والتنكيل في حق الأستاذات والأساتذة. ونقول له بأننا لا نطالب بشيء إلا بأن تلتزم بمخرجات الحوار الذي سطرته مع التنسيقيات في يناير 2020، وبأنه ما دمت تقابلنا بسياسة الأذان الصماء فنحن مستمرون في نضالنا اللي هو نضال مشروع ومكتسب تاريخي تمتع به زملاؤنا منذ فجر الاستقلال إلى سنة 2015 لنجد أنفسنا محرومين منه، وهو ترقية وتغيير الإطار بالشهادة، ودمنا مناضلين مستمرين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.